لماذا لم يذهب الرئيس هادي إلى الأمم المتحدة؟ ولماذا لا تريد الرياض ذهاب هادي لتمثيل اليمن في اجتماع الأمم المتحدة؟ هل أخفق هادي مجدداً في استثمار الفرصة أمام العالم وإدانة أعداء اليمن في الداخل والخارج؟ أهلاً بكم. مجدداً اختار الرئيس هادي العزلة وقرر عدم المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. يقول البعض إن الرياض منعت الرئيس هادي من السفر وتم ترشيح نائب وزير الخارجية لإلقاء الكلمة نيابة عنه. تعالت أصوات اليمنيين ونفذوا عشرات الوقفات الاحتجاجية في العديد من عواصم العالم احتجاجاً على قصف الإمارات للجيش الوطني ودعم التحالف لانقلاب عدن. انحراف أجندة التحالف لم يعد يخفى على أحد، لكن المثير للغرابة هو الانبطاح الكامل لقيادة الشرعية وقادة الأحزاب السياسية للرياض وتسليم القرار الوطني لها بالكامل، لا سيما بعد نوايا التقسيم التي ظهرت بها الرياض وأبوظبي أبان دعمهم لانقلاب عدن ومحاولة شرعنته فيما سمي بحوار جدة. فلماذا لم يذهب الرئيس هادي إلى نيويورك؟ ومن ذهب بديلا عنه؟ هل سيتخذ مواقف تاريخية لإنقاذ البلد من التقسيم والتفتيت؟ مداولات مكثفة في أروقة الشرعية بالرياض حول ذهاب الرئيس هادي لتمثيل اليمن في اجتماع الأمم المتحدة من عدمه. أنباء تقول إن التحالف يضغط على الرئيس هادي لإثنيه عن السفر والدفع باتجاه ذهاب رئيس الوزراء معين عبد الملك نيابة عنه. ومراقبون يرون أن الرياض تخشى من أن يتخذ الرئيس هادي مواقف حازمة أمام العالم تتعلق بانقلاب التحالف على مسار دعم الحكومة الشرعية ورفع الغطاء القانوني عنه في اليمن. يتحدث كثيرون حول أن اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة اليوم هو آخر فرصة أمام الشرعية لإنقاذ نفسها والبلد من وصاية التحالف وتحرير القرار الوطني من سيطرة الرياض، في الوقت الذي يتحدث فيه مسؤولون حكوميون عن تشديد الرياض لوصايتها على القيادات اليمنية المقيمة في الرياض. ما يثبت هذه الأنباء هو البيان الذي أصدره نائب رئيس مجلس النواب ووزيرا الداخلية والنقل من القاهرة اليوم الأول، والذي دعا إلى تسوية العلاقة بين الشرعية والرياض على أساس المصلحة المشتركة وتشكيل جبهة وطنية للدفاع عن الجمهورية. البيان حمل في طياته اعتراضاً ضمنياً على انحراف أجندة الرياض في اليمن وفرض وصاية مشددة على قيادة الشرعية، بالإضافة إلى المطالبة بإنهاء دور الإمارات في اليمن. هل سيفعلها هادي هذه المرة؟ ويكشف للعالم حقيقة ما يحدث في اليمن؟ تزداد الإجابة عن هذه التساؤلات غموضاً، لا سيما في ظل دخول السعودية على خط الاستهداف العسكري من إيران، وهو ما يفترض أن يدفع الرياض لإعادة الاعتبار للعلاقة مع الشرعية وبدء تحالف جدي يعزز حضور الدولة على حساب الميليشيات في عدن وصنعاء. لكن المفترض منطقاً ليس دائماً ما يقف خلف قرارات الرياض، لكنه ما ستضطر لدفع فاتورته إذن ما تجاهلت شعباً ظنت أنه وحده من سيدفع الضريبة. في مدن اليمن وعواصم العالم ثار اليمنيون عقب استهداف الإمارات للجيش الوطني على مشارف عدن موجة عارمة من السخط الشعبي يتوقع أن تترك صداها في أروقة الأمم المتحدة، غير أن المخاوف تتمثل بالدفع بممثلين لليمن لهم علاقة بأبوظبي يتلاشى معهم حق اليمنيين في كشف قضيتهم أمام المجتمع الدولي والأمم المتحدة. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معي الصحفي فهد سلطان هنا في الاستوديو. مساء الخير أستاذ فهد. كما سينضم العديد من الضيوف وخاصة الأستاذة سمية الثور مسؤول ملف السياسي في شبكة نساء من أجل اليمن عبر سكايب من برلين. مساء الخير أستاذة سمية. مرحبا بكم. أهلا بك. وهناك العديد من الضيوف عبر الهاتف خلال هذه الحلقة. وبداية لو توقفت معك أستاذ فهد، يعني إلى آخر لحظة والأنباء تتضارب عن ذهاب الرئيس من عدمه إلى أن تأكدت الأخبار بأنه لن يذهب وذهب أو لم يذهب وذهب عنه نائب وزير الخارجية، إلى ما تعزو هذا التذبذب وعدم يعني اتخاذ قرار في من سيذهب وأن الرئيس يعني كان لابد من مشاركته في مثل هذا الموقف؟ لقاء الرئيس قبل أيام أو قبل يومين بوزير الدفاع السعودي كان تأكيد واضح على أن هنالك ضغوطات كبيرة
تمارس على الرئيس هادي بعدم السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية وحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكانت وضحت من تلك اللحظة. والذي حصل الآن هي تقريبا هي إخراج لهذا المشهد فقط، يعني كانت المسألة مدبر لها منذ سابقا، ولذلك السعودية لا تلتقي بالرئيس هادي أو المسؤولون السعوديون لا يلتقون بالرئيس هادي إلا عندما يكون هنالك قضية مفصلية وهم يحتاجون إليه أكثر من حاجته إليهم. ولذلك لقاءه يعني بوزير الدفاع، وهذا يعتبر يعني مسؤول كبير في الدولة السعودية، كان لهذا الغرض، لمنع وإثناء الرئيس من المشاركة في الجمعية. يعتقدون بأن التصعيد الكبير الذي حصل خلال الفترة الماضية، وخاصة منذ 28-29 أغسطس آب الماضي بعد الاستهداف الذي حصل قوة الجيش، كان هناك تصعيد يعني، وعلى الأقل كان تصعيد تدريجي إلى حد ما جيد ضد الاستهداف الذي حصل من قبل الإمارات. عقبه تصريحات من داخل الحكومة ومن خارجها، ولقاءات واجتماعات وبيانات وداخل الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن يوم أمس. كل هذه كانت تخوف السعودية. السعودية بالمجمل السعودية لن تفرط بالإمارات، لن تفرط يعني لو تذهب، يعني هي لن تفرط بالإمارات ولن تكبح الإمارات عما تمارسه، هي تمارس هذا الدور. سنتحدث عن هذا الدور أستاذ فهد، ولكن اسمح لي أن أخذ رأي الأستاذة سمية حول يعني عدم ذهاب الرئيس، حيث أكدت المعلومات بأنه لن يمثل اليمن في أعمال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة. أستاذة سمية، برأيك هل هذا هروب من مسؤولياته أم أنه فعلا تحت الإقامة الجبرية؟ طبعا بالتأكيد ليس هروب من المسؤولية، لكن لا نستطيع أن نبرئ الشرعية من التقصير في القيام بالمسؤولية، وهذا منذ قيام الانقلاب والحرب في اليمن. لكن اليوم نحن نعلم ومتأكدين أن هناك سلب للسيادة وللشرعية ولوجود الدولة اليمنية في أرض الواقع وفي الحكم اليمني الصح. التقارير الدولية كلها تشير إلى أن الحكومة تم سلبها العمل بطريقة ممنهجة من قبل التحالف ومن الإمارات ومن السعودية خاصة. فبالتالي ما يحدث اليوم من عدم حضور الرئيس، عدم سماحهم له أو غير ذلك، الذي إلى الآن ليس هناك تصريح واضح من الدولة بما هو الحال، لكن يعني الوضع واضح جدا ونعلم جميعنا وبتقارير دولية أن هذا هو الواقع وهذا هي الحقيقة التي لا بد أن نتعامل معها كسياسيين كيمنيين، أن الحكومة يعني تحت ضغط من التحالف من السعودية والإمارات، وأيضا أنها تم يعني سلب شرعيتها وسلب سيادتها على اليمن بطريقة ممنهجة، ونحن نعلم ما هي الخطوات التي تمت حتى نصل إلى هذه المرحلة. عدم تمثيله طبعا يعني تعتبر في هذا المرحلة بالذات يعني كانت فرصة كبيرة لليمن وللرئيس وللدولة أن تعبر عن الوضع الحقيقي في اليمن، عن رأيها في ما يفعله التحالف في اليمن والحرب في اليمن ورؤيتهم للسلام ولحل الأزمة اليمنية. ولكن يعني أن يتم حتى أن يتم تمثيلها بنائب وزير الخارجية، يعني لدينا وزير خارجية لا نعلم ما وضعه بالضبط، لدينا الكثير من المسؤولين الذين لا نعلم مدى فاعليتهم في الدولة، فبالتالي يعني حتى نسبة التمثيل بنائب الوزير أيضا أعتبرها يعني خطأ دبلوماسي. ولكن هذا يدل يعني على مستوى من كان يفترض أن يذهب عوضا عن الرئيس. أستاذة سمية، برأيك التحالف ومستوى الضغط والسلب، طبعا هو لا يوجد لا يجوز أن يكون هناك عوضا عن تواجد الرئيس، لكن يعني كان لابد أن يكون على الأقل رئيس وزير الخارجية أو رئيس الوزراء على الأقل. لا. يعني لا نعلم ما هي الأسرار، يعني سوء التواصل حتى بين الدولة وبين
الناس سيء جدا، لا نعلم ما هو، كلها تكهنات وليس هناك أي معلومات أكيدة. لكن الأكيد، الشيء الأكيد، أن التحالف يسلب اليمنيين ويسلب الشرعية اليمنية أي دور سيادي على قرارها وعلى تواجدها في اليمن. إذن ابقي معنا أستاذ سمية. برأيك أستاذ فهد، ما الذي يخشاه التحالف من ذهاب الرئيس هادي حتى تمنعه وربما رتبت لهذا المنع كما قلت؟ كانت ربما تتخوف إلى حد كبير بأن يعلن الرئيس هادي إنهاء الإمارات من تواجدها في اليمن. بمجرد هذا الإعلان سينتهي دور السعودية مباشرة، لأن السعودية دخلت إلى اليمن بناء على تحالف وليس بناء على، لأنه هو قام التحالف باسم 10 دول، ثم ضعف إلى 4 دول، ثم إلى 3، ثم إلى دولتان فقط. فإذا خرجت الإمارات أو تم إبعادها يعني سينتهي هذا التحالف مباشرة، سيكون أمام سكان. ربما كنا نقرأ قبل الفترة الماضية بأن السعودية بدأت تحاول إعادة مصر من جديد إلى داخل التحالف، ربما كانت تريد أو على الأقل ستعيد ربما قطر إلى داخل هذا التحالف. لكن إذا خرجت الإمارات الآن ولم تعد أي دولة من الدول الكبيرة بصورة فعلية، فسينتهي هذا التحالف وسيكون تدخل السعودية داخل اليمن تدخلا غير شرعيا، وسيتحول إلى احتلال مباشرة. لا زالت للسعودية لها أجندات كثيرة داخل اليمن، لا زال لها أطماع، لا زالت تحتاج للشرعية بهذا المستوى، أن يبقى هنالك خطين، خط يضربها كما هو الحال بالإمارات، وخط يتعامل معها بالطريقة الناعمة حتى يتم الوصول إلى أبعد نقطة. السعودية وصلت إلى اليمن ولم تكن تتوقع أو تحلم أن تصل إلى ما وصلت إليه، أن تسلم لها بلد بهذه الطريقة. يعني السعودية لها أحقاد منذ أكثر من 50 سنة داخل اليمن، وعبر النظام السابق أو عبر شبكتها التي كانت موجودة في السابق لم تكن تستطيع أن يصل نفوذها بما وصل إليه الآن، وبالتالي هي لن تفرط بهذا النفوذ، وتريد أن يعني على الأقل أنها حافظت على جماعة الحوثي من السقوط. يعني تخيل حتى الآن بعد 5 سنوات حافظت على هذه الجماعة وإبقائها، لأنها واحدة من الأسباب التي يعني تحقق أهدافها داخل اليمن. الذي يعتقد أن السعودية جاءت لمحاربة الحوثي أو أنها سارت نحو هذا الاتجاه وفشلت، فهو لا يفهم، يعني لا يفهم أهداف السعودية ولا يفهم أطماعها. السعودية ليست عاجزة عن الحوثيين، والسعودية لن تسمح لأحد بإسقاط هذا المشروع بالكامل، والسعودية لا زالت تحتاج للشرعية لمدة أطول، بحيث يبقى الحوثي جزء واقع داخل الشمال لا يستطيع اليمنيين أن يتحرروا منه. على الأقل منذ أن تحركت الشرعية والرئيس هادي وبعض التصريحات التي خرجت والاجتماعات واللقاءات والبيانات، كان هنالك هبة شعبية سواء داخل اليمن أو خارجها. هذه الهبة أربكت السعودية بشكل كبير. لم تكن السعودية تتوقع أن اليمنيين لا زالوا بهذه الحيوية، لا زالوا بهذا الالتئام مع الشرعية رغم الضغوط ورغم محاولة إحراقها وإضعافها وإبعادها. يعني لا زال اليمنيين بحيوية قوية وكانت مربكة لهم. هذه ستجعل السعودية يعني تعيد ترتيب الأوراق من جديد. يعني هي كانت تريد الآن أن تقسم هذا البلد، أن تضعفه، أن تجعله أكثر تقسيما، أكثر انفكاكا، أكثر ضعفا، لا يستطيع أن يلتئم مرة أخرى. لكن التوحد الشعبي الذي حصل خلال الفترة الماضية يعني كان مربك لها، وكان كذلك معزز لليمنيين. اليمنيين لا يمكن أن يتنازلوا عن دولتهم، ولا يمكن أن يتنازلوا عن أهدافهم، ولا يمكن أن يقبلوا بهذا، ولا يمكن أن يخرجوا حتى عن الشرعية ولو بهذا الحد الأدنى. يعني غير الشرعية هي الفوضى، وغير الدولة هي الفوضى. السعودية تريد أن تصل إلى يعني أن هي الآن تستنبت الفوضى داخل اليمن، لكن بأسلوب هادئ وتحتاج إلى وقت، من خلال زرع الميليشيات، من خلال الآن يعني إذا كان معنا انقلاب الآن في صنعاء الآن معنا انقلاب في عدن، وإذا كان معنا ميليشيات في صنعاء الآن أصبح معنا ميليشيات في عدن وعدد من المحافظات الأخرى المحررة التي كانت تعتبر محررة. نعم، سأعود للأستاذ فهد، واسمح لي ضيفي العزيزين باستضافة أيضا الأستاذ البراء شيبان المحلل السياسي عبر الهاتف من برلين. مساء الخير أستاذ براء. أهلا وسهلا فيك أستاذ. عفوا، من لندن. نعم. إذن أستاذ براء، كان اليمنيون ربما ينتظروا ذهاب الرئيس هادي ليكون لسان حال حالهم وصورة واضحة لمعاناتهم أيضا، ما رأيك؟ يعني ربما ذهاب الحضرمي على قوة يعني حضوره ووطنيته أيضا، إلا أن هناك من يتساءل هل سيمثل خطاب الحضرمي خطابا للدولة إذا ما طالب بإنهاء دور الإمارات؟
طبعا انا اعتقد ان هناك اشكاليه في تعاطي البعض حول التصريحات المختلفه التي خصوصا عندما تصدر من جهات رسميه. وزاره الخارجيه عندما تصدر بيان، هذا بيان الدوله، هذا بيان يمثل الجميع من رئيس الجمهوريه الى رئيس الوزراء الى الخارجيه الى كل مؤسسات الدوله، هذا خطاب الدوله. نعم. عندما تصدر الحكومة وأصدرت بيانين، هذا يمثل الجميع، هذا يمثل الدولة. لذلك النائب وزير الخارجية القائم بأعمال الوزير الأستاذ محمد الحضرمي هو كذلك سيكون يمثل الدولة، لا يتحدث بصفته محمد الحضرمي أو بصفته ممثل الخارجية، والخارجية جهاز منفصل. الخارجية في كل الدول هذه تمثل المؤسسة الرسمية التي تتعامل مع كل الجهات الخارجية لهذه الدولة. طبعا تخفيض التمثيل إلى مستوى وزير خارجية أو قائم بعمل وزير خارجية، طبعا يعني ممكن أن نتفهم أنه اليمنيين كانوا ينتظروا خطاب من رئيس الجمهورية وليس نعم خاصة أستاذ البراء يعني مستوى القائد بالعمى. نعم نعم يعني كان هناك توقع لذهاب الرئيس هادي في هذا الظرف الذي يعني ربما الجميع محتقن فيه في الداخل والخارج نتيجة ما حدث من الإمارات التي هي تعد إحدى دول التحالف، فبالتالي يعني أن ينخفض مستوى التوقعات إلى نائب وزير الخارجية هناك يعني ما له من أثر عكسي على يعني الشارع اليمني. طبعا انا اتفق مع هذا الطرح، الافضل كان انه يذهب رئيس الجمهوريه، تخفيض المستوى لم يعني ليس صحيحا خصوصا في هذه المرحله التاريخيه واللحظه حساسه، خصوصا الرئيس هادي لم يتخلف عن اي من الاحاطات او اجتماعات الجمعيه العامه. الواضح ان هناك ضغوط كبيره على الرئيس هادي، ولكن على الاقل نحن نريد خطاب فعلا يعكس تطلعات الجماهير اليمنيه حول خطوره الانقلاب والتمرد المسلح وانشاء الميليشيات والدعم الذي تتلقاه من قبل الامارات وبالتاكيد المستجدات يجب ان تكون على المستوى، وانا اعتقد هذا هو المهم في 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 هذه الاثناء، سواء حضر القائم بعمل وزير الخارجيه او رئيس الحكومه او حتى رئيس الجمهوريه. نعم، إذا هناك من يقرأ بأن الرئيس هادي يتعرض لضغوط من التحالف، ربما أنت تتفق مع هذا الطرح، ولكن طرف آخر يرى بأن الرئيس يستثمر هذا الحديث للركون خارج دائرة مسؤولياته وأيضا المساءلة. لا طبعا الرئيس الضغوط طبعا هي واضحة، يعني لا لما يعود أحد يستطيع أنه يخفي ان هناك ضغوط، وهو من الطبيعي ان تكون عليه ضغوط خصوصا في هذه المرحله، لكن يجب على الاقل استثمار اللحظه بان تخرج الشرعيه اليمنيه بضمانات حقيقيه من السعوديه لاعاده ترتيب الوضع بالطريقه المؤسسيه المناسبه بحيث تعود الامور الى مجاريها. الفائدة إذا أردنا أن نقول أن هناك إيجابية فيما حدث أنه لم يعد بالإمكان الآن تغطية ممارسات الإمارات داخل اليمن، الإمارات هي التي من قررت أن تخرج في مواجهة مع الشرعية اليمنية، وبالتالي وضعت نفسها في مواجهة أمام مصالح الشعب اليمني، ولذلك يجب أن يقف الحد، وإذا تراجعت الامارات اهلا وسهلا، يعني ليس الهدف هو مواجهه الامارات لاجل المواجهه، ولكن مصالح الشعب اليمني واستحقاقاته ونضالاته
والمراحل الصعبة التي مر بها الشعب اليمني حتى يروا عودة الدولة هي ما هي على المحك الآن. ويجب أن يتم أن يستمر الأداء الحكومي في اتجاه الضغط حتى تعاد مؤسسات الدولة، لأنه الآن لم يعد هناك مقبولا حتى أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل انقلاب المجلس الانتقالي. يجب أن تعود كل مؤسسات الدولة من حكومة ورئاسة وبرلمان وكل مؤسسات الدولة أن تعمل من داخل اليمن. الوضع السابق الذي هو كان وضع شاذ لا يمكن له أن يستمر. نعم، إذن شكرا جزيلا لك البراء شيبان المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من لندن. وعودة إليك أستاذة سمية. أستاذة سمية، يعني ما الذي يعنيه غياب الرئيس هادي عن منصة الأمم المتحدة في مثل هذا الظرف العصيب برأيك؟ يعني بالتأكيد مستوى ضعف الدولة التي أوصلنا إليها التحالف، وكذلك عمل الدولة نفسها وأسلوب عملها خلال فترة الحرب، فنحن نعلم جميعا مستوى الفساد الموجود فيها وأخطاء كثيرة يعني ارتكبتها الحكومة. ورغم ذلك يعني غياب الرئيس عن هذا اللقاء يعني يعبر فعلا عن مستوى استغلال التحالف لشرعية الرئيس هادي. الرئيس هادي حتى يعني إن غاب عن هذا اللقاء، يعني هو في نهاية المطاف هذا الإجراء وهذا العمل الذي لو كان طرحه كطرح يعني في ورقة حديثة في الأمم المتحدة، هذا هو في نهاية المطاف عمل دبلوماسي كبير جدا. يعني حتى لو كان في لقاء الأمم المتحدة لابد أن يصاحبه عمل دبلوماسي واسع ومستمر. اعتماد الرئيس واستمرار تحالفه مع السعودية والإمارات بهذا الشكل الذي يوحي أنه لا يوجد بديل لهم في العالم، هو أيضا ما يعطي للسعودية ولغيرها من الدول التي تستغل وضع اليمن يعني الشرعية لهم أن يستمروا في هذا الأسلوب، ومزيد من الحرب ومزيد من الطحن للدولة اليمنية. يعني اليوم نحن في صدد الدفاع عن الدولة اليمنية، لم يعد هناك ما نخاف عليه غير شيء اسمه الدولة اليمنية. غياب الرئيس هادي كان يعني يعتبر غياب للدولة اليمنية في هذا اللقاء، ورغم ذلك يعني نتمنى أن يكون العمل الدبلوماسي على مستوى الحدث والطرح الذي سيكون في اللقاء على مستوى الحدث ويلبي حاجة الدولة للسيادة وللاستمرار. نعم، إذن عند هذه النقطة أستاذ فهد، لو سألتك ما هي أبرز المضامين التي يجب أن يتضمنها خطاب أو الخطاب اليمني، والذي لابد أن يقدم ملف اليمني للمجتمع الدولي والأمم المتحدة؟ أولا يجب أن نعترف أنه لا يوجد هنالك بروتوكول معين أو نقول أن هنالك قانون محدد يلزم الرئيس هادي على أنه لا يمكن أن يبعد الإمارات إلا إذا طلع على منصة الأمم المتحدة. يستطيع أن يفعل هذا الشيء عبر رسالة بالتلفون، يعني رسالة من دقيقتين عبر التلفون وإلى وسائل الإعلام وينهي تواجد الإمارات داخل اليمن. لكن أعتقد السعودية مارست ضغوط حتى لا تريد الرئيس هادي، لأنه ربما قد يرتجل وقد لا يقرأ من يعني هي تحاول أن تبعد أي شبهة أو أي طريقة ممكن أن توصلها. وإلا إذا أراد الرئيس هادي مثلا أن يبعد الإمارات يستطيع من داخل قصره في الرياض وأن يفعل ما يريد. الأمر الآخر، أختلف مع من يعتقد أن الحضرمي أو نائب وزير الخارجية يستطيع أن يقيل الإمارات أو أن يقو أو ينوب. لا يستطيع أن يمارس، لأنه هذا أمر سيادي لا يستطيع به إلا رئيس الدولة، ولا يمكن أن يقوم بهذا الدور. يعني يستطيع أن يقوم بهذا الدور مثلا رئيس مجلس النواب أو وزير الخارجية نفسه، لكن أعتقد تخفيض بمستوى نائب الوزير لا يستطيع بمثل هذه القرارات. لكنه قائم بالعمل أيضا. هو قائم بالعمل لكنه لا يستطيع أن يبت في قضية بهذا الحجم، ولذلك سيكتفي بالإدانة فقط. أنا أتوقع أنه سيكتفي بالإدانة فقط، وهذه هي القضية المهمة. إحنا القضية التي تشغلنا الآن
هو صبر اليمنيين وصبر الشرعية إلى هذا المستوى. يعني الرئيس هادي صبر كبير وأعطى للسعودية، والسعودية طريقة تفكيرها وطريقة نمطها يختلف عن الطبيعة التي نتخيل الآن، تختلف عن كثير من الدول. هي دولة ملكية، هي تتعامل بمنطق آخر. يعني المنطقة الذي نتعامل بها نحن اليمنيين نخطئ كثيرا في التوصيف، ونخطئ حتى في التعامل معهم. السعودية كلما صبرت وتعاملت معها بأدب واحترام، كلما تعاملت معك بعنجهية وبلغتنا البلدية بعيفطة يعني، بينما إذا تعاملت معها بلغة الندية والقوة تتعامل معك بلغة أخرى. يعني أمامنا الآن تجارب كثيرة، مثلا على سبيل مثلا إيران كيف تتعامل معها، قطر كيف تتعامل معها، مصر مثلا، يعني جماعة الحوثيين حتى كيف تتعامل مع جماعة الحوثيين الآن. يعني إذا كان الحوثيين الآن هددوا أنهم سيستهدفون داخل القصور، يعني في قبل شهور هدد الحوثيين، أحد الحوثيين هدد أنه إذا استهدفوا قيادتهم فإنهم سيستهدفوا القصور. أنا أتوقع جازما أن السعودية لن تستهدف قيادتهم بسبب أنهم يخافوا من التهديدات. السعودية تخاف من التهديدات. السعودية تتعامل مع المقابل الذي يتعامل معها بقوة أو يتعامل معها بحزم، يتعامل معها بشدة، تتعامل معه بنفس المستوى أو تنزل إلى هذا المستوى، والذي يتعامل معها بكثير من الصبر وكثير تتعامل معه بنوع من الإذلال ونوع من العنجهية. هي طريقة تفكير، نمط هذه الدولة وبيئتها وثقافتها وإرثها الحضاري يتعامل بهذه الطريقة. نحن اليمن حتى الآن مستوعبنا هذه النقطة. يعني هناك كثير من اليمنيين يتعاملوا بهذا المنطق. يعني في يعني حتى في نقاط كثيرة يعني لم نستطع أن نفهم مزاج السعودية ونتعامل معها، بينما السعودية تفهم مزاج اليمنيين هنالك. يعني من خلال تجربتها الطويلة داخل اليمن، من خلال أبحاث، من خلال علاقتها، تفهم مزاج اليمنيين وكيف تتعامل معهم. لكن الشيء الذي نستطيع أن نقول أن السعودية حتى الآن لم تكتشف الشارع اليمني، لا زالت تتعامل معهم بما قبل بفترة الثمانينات أو ما قبل 2011. ولذلك أنا كما أسلفت أن الحادثة التي حصلت أو استهداف الإمارات والتجاوب الشعب الذي حصل بعد هذه الحادثة كان مفاجئ للسعودية وكان مفاجئ للجميع. الشعب اليمني لا يمكن أن يخضع أو لا يمكن أن يقبل بهذه التنازلات. يعني إذا استطاع الرئيس مثلا أو خرج الرئيس اليوم أو غدا أو أي رئيس قادم وقال أي شيء عن السعودية، ربما سيلتف الجميع حول، لا أقول ربما بل سيلتف الجميع بنقطة واحدة. السعودية خسرت رصيد كثير داخل اليمن. يعني أين السعودية في عام 2015 عندما دخلت في ضمن عاصفة الحزم، وأين هي اليوم؟ يعني خسرت كثير، وهذه الخسارة ستدفعها شاءت أم أبت، ستدفعها اليوم. واليمنيين إذا وصلوا إلى نقطة العودة أو نقطة النهاية قد يدخلون معها في حرب مفتوحة. لا زال اليوم الكثير من اليمنيين يدافعون عن حدودها رغم الخيانة التي تحصل على حدودها، يقدمون الكثير، يدافعون عنها بالسياسة، يدافعون عنها بالمواقف، يغضون الطرف عن كثير من أخطائها وسلبياتها. لكن نعم، هذا الكلام لن يستمر إلى ما لا نهاية إذا استمرت بهذه الطريقة التي تسير عليه الآن. إذن لو أعطي إليك أستاذة سمية، بخروجكم في ألمانيا وفي كل دول أوروبا أيضا، وخروج الشارع اليمني في كثير من الدول في الخارج، يعني تم إيصال رسالة الشعب اليمني للعالم. الآن ربما ما تبقى هو يقع على عاتق الدبلوماسية الخارجية. برأيك هل تتوقع أنها ستقوم بدورها كما يجب؟ التحريك الشارع في الحقيقة يعني كان له دور كبير في تحريك حتى العمل الدبلوماسي في أنحاء العالم. يعني الشهادة دور أو عمل مثلا يعني على مستوى علمي، عمل السفارة اليمنية في ألمانيا أصبح مختلف بحد كبير من الفترة السابقة. يعني هناك تحركات أكبر، هناك رسائل إعلامية أقوى، هناك لقاءات يعني أكثر من السابق. لكن يظل غياب الرؤية الواضحة والطرح الواضح القوي تشعري به في كثير من طرح المسؤولين. يعني لا زال هناك غياب للفكرة الحقيقية الوطنية التي نحتاجها في هذه الفترة. وجود الدولة داخل الأراضي السعودية أيضا يسبب إرباك للعمل السياسي والعمل الدبلوماسي اليمني، فبالتالي لا يكفي هذا الدور، لكنه أصبح أفضل مما قبل. أنا أتكلم فقط عن السفارة اليمنية في ألمانيا. السفارات الأخرى لا زال هناك عمل بسيط جدا، ليس هناك رسائل إعلامية كافية. أعتقد أيضا ما يجب الاستفادة منه هذه الفترة، هنا
يوجد أصبح لدى الاتحاد الأوروبي يعني سياسة جديدة، يعني بعد انتخاباتهم الأخيرة أيضا لهم سياسة خارجية مختلفة عن ما سبق. فهذه أمور كلها لو أن الدولة تركز على مثل هذه الأعمال الدبلوماسية والتواصلات الدبلوماسية بتوضيح الفكرة وليس فقط الدفاع عن السعودية أو عن التحالف، ولكن فعلا بإيضاح ما هي التحالفات الممكن إقامتها في الفترة القادمة، ما هي وسائل السلام التي ممكن طرحها، ما هي الحلول السياسية التي يجب أن نسعى إليها والممكنة في هذه الفترة. يعني في نهاية المطاف أصبح العالم كله لا يمشي إلا بالتحالفات السياسية القوية. يعني اليمن لابد أن نعترف أنها من أضعف الدول في العالم، ولن يلتفت لها أحد إن لم يكن لها حلفاء أقوياء، حلفاء حقيقيين، وليس كما فعل معنا أشقائنا السعوديين والغير أشقاء الإماراتيين. إذن شكرا جزيلا لك سمية ثور، مسؤول الملف السياسي في شبكة نساء من أجل اليمن، كنت معنا عبر سكايب من برلين. واسمح لي أستاذ فهد أنت والسادة المشاهدين أن نرحب أيضا بانضمام الأستاذ عبد الهادي العزعزي وكيل وزارة الثقافة عبر الهاتف من تعز. مساء الخير أستاذ عبد الهادي. يا مساء النور أختي. أهلا بك أستاذ عبد الهادي. يعني هادي لن يشارك في اجتماعات الأمم المتحدة، هذا ما تقوله المؤشرات، برأيك هل نجحت الضغوط في إثنائه عن السفر إلى نيويورك؟ بالتأكيد إذا لم يشارك هو مجتمعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك باعتباره رأس السلطة الشرعية اليمنية، فمعنى ذلك أن هناك ضغوطا كبيرة أي عدت إلى منعه من الذهاب، وهذه بحد ذاتها كارثة وتحلل عن المسؤولية. نعم. إذن هل تعتقد أن رسالة اليمن ستكون واضحة في اجتماع الأمم المتحدة بعد غياب الرئيس؟ هل سيمثلها بشكل يعني ربما مناسب القائم بأعمال وزير الخارجية السيد الحضرمي؟ أعتقد أن السيد الحضرمي له إلى الآن مواقف قوية وصلبة منذ أن تم شغله لمنصب وزير الخارجية بالإنابة، وهو نائب وزير الخارجية، فهو إلى الآن لا زال أداؤه متزنا وجيدا ويخدم القضية بشكل كبير. وأعتقد أن هادي كان قبل فترة قد أصدر قرارا أن ما يخص علاقته مع الخارج ومع دول مجلس التعاون والتحالف العربي تحديدا يجب أن لا يناقش أحدا سوى رئيس الجمهورية ووزير الخارجية، وبالتالي هذا تنفيذا لقرار كان هادي قد اتخذه سابقا. لكن أعتقد أن حضور الرئيس كان سوف يكون أكثر إلمانا بالقضية وأكثر قوة في الطرح، وقد يجد تجاوبا دوليا كبيرا فيما سوف يطرحه إن كان حضر. لكن أعتقد أن وزير الخارجية هل لهذه الأسباب هل لهذه الأسباب اللي ربما ما ذكرته من ثقل حضور الرئيس هادي منعت السعودية هادي من الذهاب؟ هل تخشى أن يقول شيئا مثلا؟ كان مطروحا حسب التسريبات المقرة من كلام مستشاريه ومن غيرهم في الحكومة، خصوصا بعد البيان الثلاثي لوزير الداخلية نائب رئيس الوزراء ووزير النقل ونائب رئيس مجلس النواب الأعلى سلطة من الوزيرين أيضا عبد العزيز قباري، كان واضحا أن هنالك قرارا يجري دراسته واتخاذه بإعفاء الإمارات من مع المشاركة في مع التحالف العربي في تحقيق في العمل على تطبيق القرار 2816 والذي هو محور المشكلة اليمنية. أعتقد أن هذه المسألة أعتقد تكون حسنت بهذا الشكل، أي أنه لن يتم لا الضغط بشكل قوي على الإمارات ولن يتم أيضا إعفاءها من التحالف، وربما أن السعوديين لديهم أو قدموا ربما ضمانات، لأن مع الأسف الشديد ما يجري خلف الكواليس وما يحدث في الرياض
وما هي العلاقات القائمة بين كل من السلطة الشرعية اليمنية وكل أطراف التحالف العربي تصبح غير مذكرة بين الرئيس ومن يقابله سواء من الإخوة في الجانب السعودي أو أيضا من الإخوة في الجانب الإماراتي، وإن كان التفاوض بين الطرفين حسب ما تطرح بين بعض المواقع أصبح تفاوضا غير مباشر. نعم، إذن يعني في حال تقدمت الحكومة عبر يعني ممثلها نائب وزير الخارجية القائم بأعمال وزير الخارجية طلبا للأمم المتحدة بمغادرة الإمارات لليمن، كيف تتوقع أن تتعامل أو يتعامل المجتمع الدولي مع مثل هذا الطلب؟ أعتقد أن الطلب بحد ذاته بشكل صادم وبدون أي مقدمات وبدون حركة للدبلوماسية لدى الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن قد لا يزيد نفس الصدى إن كان هنالك إعدادا مسبق وتحرك دبلوماسي. لدينا سفارات في الخمس الدول دائمة العضوية، ولدينا سفارة لدى الاتحاد الأوروبي ولدى الدول الفاعلة به، وهذه السفارات كانت يجب أن تشتغل كخلية واحدة تتبع وزير الخارجية. وزير الخارجية هو رئيس الدبلوماسية اليمنية، لكن مع الأسف الشديد هنالك نوعا من التعاطي ألا متحد داخل السلطة الشرعية اليمنية. هنالك بعض الأطراف والقوى السياسية التي تقف موقفا شبه محايدا، لم تعلن صراحة، خصوصا أن البيان الذي أدان الإمارات غابت عنه بعض الأحزاب وهي أحزاب مشاركة في السلطة، وهو نوع من التخلي عن مسؤوليتها أيا كانت تعقباتها. المسألة مرتبطة ببقاء السلطة أو عدم بقائها. في حالة أن لم تستطع السلطة هذه العودة إلى العاصمة وبالتالي أيضا تشغيل المصالح السيادية للبلد، خصوصا النفط الغاز الموانئ غيرها من المسائل السيادية، لا أعتقد أن السلطة هي أصبحت أشبه بما يمكن تسميته بالسلطة. نعم، إذن برأيك ما هي الخيارات أمام الشرعية اليوم في مواجهة طغيان التحالف؟ أعتقد أن على الشرعية مسؤولية كبرى. هنالك آلاف من اليمنيين يسقطون ضحايا من الجانبين حتى من جماعة الانقلاب الحوثي. السلطة الشرعية مسؤولة بدرجة أساسية عن المواطنين. خمس سنوات من رحل حرب، لا ندري إلى أين سوف تقضي هذه الحرب، ما مستقبل البلد. نسمع الآن عن ثلاث سلطات، كنا نسمع انقلاب وسلطة شرعية، اليوم نتكلم عن تمرد وانقلاب وسلطة شرعية مكتفة مع الأسف الشديد بالتحالف العربي. أنا كمتابع لما يجري من أحداث أعتقد أن خمس سنوات كانت كفيلة لكي يصل جيشا إلى المطبخ تماما، وليست إلى العاصمة التي لا تبتعد لا ما لا يزيد عن 200 كيلو في الجبهات، وربما لا تزيد عن 25 كيلو. يعني على المستوى العسكري، على المستوى الدبلوماسي، على مستوى تقديم السلطة لخدماتها، السلطة أصبحت في نظر المواطنين فريضة لكنها غائبة. نعم، إذا شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الهادي العزازي وكيل وزارة الثقافة، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. عودة إليك أستاذ فهد. أستاذ فهد، ربما طرحت أنا سؤال على الأستاذ عبد الهادي بخصوص خيارات الشرعية أمام كل الضغوطات التي تواجهها، أمام كل الصلف الذي يحدث تجاوز الإمارات بهذا الشكل، برأيك ما هي الخيارات؟ وكانت واحدة من الأخطاء التاريخية التي وقعنا فيها أنه سلم القرار كله للسعودية، كان هنالك ثقة كبيرة، وهذه من الأخطاء التي وقعنا فيها، سلمنا لها كل شيء، وهذا لم يحصل حتى في التحالفات. يعني السعودية عندما تتعامل باليمن تختلف عن تعاملها مع كل دول العالم. هي الآن مثلا التحالف الذي بينها وبين الإمارات هو تحالف مصالح وتحالف تبادل منافع، وليس تحالف استراتيجي بمعنى يعني تداخل مصالح مثل ما بينها وبين اليمن. لا. يعني لو أن اليمن مثلا تعاملت مع السعودية بتعامل النيد للنيد والحليف للحليف بمعنى القوة، كانت ستغير من سلوكها كثير. واحدة من الأخطاء التاريخية التي نمارسها سواء كان على مستوى الشرعية أو على مستوى الأحزاب أو على مستوى التيارات، وهو أنه دائما يقدم تنازلات للمملكة العربية السعودية دون أن يكون دون أي مقابل.
يعني مثلا الان ابقاء الامارات الان مثلا او عدم اعفائها من التحالف رغم الجرائم وكل ما صنعته الان، ما هو المقابل؟ يعني هذا هو السؤال الاهم، ما هو المقابل؟ لماذا دائما نحن نقدم التنازلات؟ لماذا يعني قدمت اليمن، كان يعني اذا كانت اليمن الان انتفضت ضد جماعه الحوثيين ووقفت بوجه ايران من اجل حمايه المملكه العربيه السعوديه، بينما السعوديه جاءت بالظاهر يعني بادلتنا في الظاهر بنفس الشعارات ولكنها في الباطن بعد 5 سنوات. يعني الذي فعلته السعوديه باليمن لا يمكن مثلا نقول انها قراءه مبتسرة أو قراءة سريعة لمدة شهر أو شهرين أو سنة، هذه 5 سنوات. يعني 5 سنوات نستطيع أن تقرأ ملامح هذا التحالف من أوله إلى آخره، تستطيع أين بدأ وأين انتهى، كيف تعامل. يعني 5 سنوات مدرسة ناضجة تستطيع أن تقرأ. يعني الذي سيقول اليوم بأن جماعة الحوثيين فشلت السعودية في إسقاطهم أو أن هنالك مثلا من أفشل إسقاط هذا الانقلاب لا يستطيع أن يجيب على كثير من التساؤلات التي تحرقه أمام هذا الواقع. يعني لا يوجد إلا إجابة أكثر منطقية وأكثر تمسكا بأن السعودية أبقت الحوثيين عمدا لأنهم الفصيل الوحيد الذي يضعف اليمنيين ويضعف هذه الدولة ويبقيها هزيلة وينفذ الوصية التي تحتفظ بها السعودية تاريخيا بأنه لا يمكن للسعودية أن تكون قوية إلا بضعف الجيرانها. يعني أنا أعتقد أنه هذا الكلام لن يستمر إلى ما لا نهاية. اليمنيين إذا غيروا من سلوكهم أحزاب تيارات أشخاص، يعني حتى على مستوى الأشخاص، حتى على مستوى الأشخاص، يعني أستطيع الآن أضرب أمثلة الذين تعاملوا مع السعودية بي 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 يعني بي 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 بحنكة، لا أقول بحنكة، لا أقول بعزم اليمني، وتعاملت السعودية معهم باحترام. يعني أعرف شخصيات مثلا دخلت السعودية، دخلت نحن معكم وتعاملوا معه تعامل، ودخلوا أشخاص آخرين بتعامل آخر وتعاملت معهم بتعامل آخر. يعني هذه السعودية مزاجها يعني كما يقال مثلا أنت تضع نفسك أيوة لا يعني السعودية، أنا أريد أن أقول وهذه نقطة مهمة، أنا قارئ جيد لتاريخ هذه الدولة، قرأت كثير خاصة في السنوات الماضية. يعني تعامل السعودية تعامل مختلف عن كل الناس. يعني اليمني مثلا أو التعامل اليمني ستتعامل مع الشخص باحترام حتى يثبت العكس، لا السعودية تعامل معك بإهانة وبتعالي حتى يثبت إيش، حتى تأخذ. يعني سنظل نستهلك كثير من طاقتنا وكثير من احترامنا وكثير من تعاملنا وكثير من تضحياتنا. يعني إذا كانت اليوم مثلا على جبهة البقع قتل أكثر من 300 جندي يمني وحتى الآن مكتمين على هذه القضية، وأكثر من 700 مختطف لدى الحوثيين من ضمن لواء الفتح ولواء الوحدة، حتى الآن السعودية تعاملت ببرود شديد، قائد المعسكر أعادته إلى نفس المكان. يعني اليمنيين هؤلاء جاءوا من جميع أنحاء اليمن ليدافعوا عن حدود السعودية. السعودية تملك جيش وتملك قوات وتملك سلاح وتستطيع أن تدافع عن نفسها، ويأتي اليمنيين هناك للدفاع عنها، ومع ذلك تتعامل معهم بازدراء وتعامل معهم باحتقار وتخفي حتى قبورهم، وبقت الجثث يعني أكثر من 3 أسابيع وتحللت في الطرقات ومنعت البقية من أن يعودوا. يعني في تعامل ما تستطيع أن تفسره بالتفسير المنطقي، لا إحنا حلفاء ولا إحنا إخوة ولا إحنا جيران ولا قبيلة شيء. السعودية واليمن يعني قدر تاريخي لا تستطيع الفكاك منه، لكن السعودية تتعامل بتنمر، تتعامل بطريقة. يعني أنا أستطيع أقول خلال اليومين الآن منذ أن استهدفت آبار النفط السعودية في بقيق هذه وخريص، العالم كله منشغل بما حصل، والسعودية منشغل بمنع الرئيس هادي من الوصول إلى نيويورك. يعني ما صدر عن السعودية ولا أي تصريح حول إيران وحول الحوثيين، وهي مهتم كل اهتمامها حتى يعني من شدة الصلف الذي نجد فيه هؤلاء الناس. عجيبين هذه الدولة، تدخل تتابعهم مثلا في تويتر وفي وسائل التواصل الاجتماعي، الحوثي يضربهم وهم يشتمون الإخوان المسلمين والإصلاح وفلان وتير. عجيبين هؤلاء الناس، يعني تقف معهم والناس يناصروهم واليمنيين بذلوا كثير معهم، ومع ذلك يتعامل معك بعنجهية وتعامل معك بهذه الطريقة. نعم، إذن شكرا جزيلا لك صحفي فهد سلطان، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.